بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 55. نواصل الحديث فيما وقفنا عليه من قوله تعالى في سياق آيات الصيام: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا مرتب على قوله في أول الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قوله: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، ومعنى شهد حضر، أي من حضر منكم دخول الشهر، وهو صحيح ومقيم، فإنه يجب عليه الصيام. ودخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الأمر الأول، الرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان: إما رؤية الهلال، وإما إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإنه يكمل شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذان أمران واضحان ولله الحمد، ليس فيهما غموض، كل يعرف هذين الأمرين، العلماء والعوام والبادية والحاضرة كلهم يعرفون هذين الأمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال تتحقق برؤية شخص واحد، تتحقق إذا رآه شخص واحد من المسلمين، بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. وفي حديث آخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، فدل على أنه يكفي في رؤية الهلال شخص واحد من المسلمين. وأما إذا لم يرى بسبب الغيم أو القتر الذي لا يتمكن الناس من رؤيته مع هذه الأشياء، فإن الشهر يكمل 30 يوما، شهر شعبان، وبهذا نعلم أن ما يطنطن به الآن من قل علمهم وفقههم من قوم يدعون إلى العمل بالحساب الفلكي، ويريدون أن الأمة تصوم على الحساب الفلكي، أن هذا غلط واضح ومخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بإحدى علامتين: علامة الأولى رؤية الهلال، والعلامة الثانية إكمال شعبان 30 يوما. وهؤلاء يقولون: اتركوا هذا كله، اتركوا رؤية الهلال واتركوا إكمال شعبان 30 يوما، وخذوا بالحساب الفلكي. يا سبحان الله، هذا تغيير لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحساب الفلكي عمل بشري يخطي كثيرا، عمل البشر يدخله الخطأ كثيرا، ليس بمعصوم. ثم أيضا حساب الفلكي ما كل يعرفه، الحساب الفلكي ما كل يعرفه، خلاف رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، فهذا كل يعرفه ولله الحمد، العالم والعامي والبدوي والحضري والرجال والنساء، والدين ولله الحمد دين يسر وسهولة، وليس دين العسر. الحساب الفلكي هذا عسر على الأمة. أرأيتم إذا ما وجد حساب فلكي، ما وجد من يحسبون، كيف تصوم الأمة؟ يتركون الصيام حتى يوجد الحساب الفلكي، أو أن المسلمين يصومون على الهلال الذي يرونه، أو إكمال شعبان 30 يوما، علامتان واضحتان يسيرتان ولله الحمد، ما فيهما غموض ولا خفاء، خلاف الحساب الفلكي فإنه أمر خفي. وإذا قالوا انظروا في التقاويم المكتوبة، نقول: التقاويم ما هي معصومة، عرضة للخطأ، لأن عمل بشري. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاعتماد على الحساب، وإنما أمرنا بالاعتماد على رؤية شعب، على رؤية الهلال، على رؤية الهلال ليلة 30
من شعبان أو إكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. شبهة هؤلاء أنهم يقولون إن الناس يختلفون في الرؤية، يختلفون في الرؤية من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم. نقول نعم، المطالع تختلف بحسب الأقاليم، وكل إقليم لهم رؤيتهم، كل إقليم لهم رؤيتهم، إذا رأوه في بلادهم يصومون، وإذا لم يروه في بلادهم يكملون شعبان 30 يوما. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، هذا صالح لكل زمان ومكان، وكل إقليم يبعد عن الآخر تختلف الرؤية فيه فإن له حكمه، يصومون برؤيتهم في إقليمهم ويفطرون لرؤيتهم. قالوا هذا فيه اختلاف بين المسلمين، يكون الناس يصومون وناس مفطرون. نقول هذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر ولله الحمد، وما زال المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصومون ويفطرون، ولا حصل بينهم اختلاف، ما حصل بينهم اختلاف، ما زالت الأمة تصوم وتفطر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل في الأمة خلل ولله الحمد. إذا كنتم تريدون توحيد الأمة كما تقولون، فلماذا لا تعالجون العقيدة، عقيدة التوحيد؟ لماذا لا تدعون الناس إلى التوحيد وتنهونهم عن الشرك حتى تكون عقيدتهم واحدة ويتحدون على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما أن الناس مختلفون في دينهم، هذا يعبد القبور والأضرحة، وهذا يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع رئيسه أو حزبه، يتبع شيخ الطريقة التي هو ينتمي إليها، هذا الذي فرق الأمة، الذي فرق الأمة ابتعادها عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلالها بعقيدة التوحيد. فلماذا يا من تحرصون على جمع الأمة، لماذا لا تدعون الناس إلى التوحيد وترك البدع والمحدثات، وأن يكون الدين لله كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحد الأمة؟ أما إنكم تتركون الناس على عقائدهم الباطلة ونحلهم الفاسدة والبدع والمحدثات ولا تعالجون هذه الأمور، تقولون الهلال، هل يحدث الإشكال الهلال؟ سبحان الله، الهلال ما أحدث إشكال من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أحدث الإشكال هو الشرك والبدع والخرافات. فعالجوا هذه الأمور حتى تتحد الأمة كما كانت في سلفها الصالح، إذا كنتم تريدون الغيرة على الأمة. لماذا تعقدون المؤتمرات والندوات من أجل توحيد الصيام بزعمكم، ولا تعقدون المؤتمرات والندوات لمعالجة العقيدة وإصلاح العقيدة والنهي عن الشرك والأمر باتباع السنة وترك البدع والمحدثات؟ لماذا إذا كان فيكم غيرة على الأمة
ما تعالجون هذا البلاء الذي أصاب الأمة وفرقها وشتتها؟ إذا كنتم صادقين في توحيد الأمة فاجمعوها على عقيدة صحيحة وعلى طريقة نبوية وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حذروا من الشرك، حذروا من البدع والمحدثات حتى تفقه الأمة وتصلح عقيدتها وتصبح عبادتها من البدع، وحينئذ تتحد الأمة بإذن الله. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول الأمة ما هو؟ أليس هو العقيدة؟ أليس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع؟ الذي فرق الأمة ما هو؟ الذي فرق الأمة البدع والمحدثات والشرك، هذا هو الذي فرق الأمة. فلماذا لا تتجه النية والعزم والعمل إلى معالجة هذا البلاء الذي أصاب الأمة في عقيدتها وفي عباداتها؟ هذا هو السبيل الصحيح. أما قضية الهلال والصيام، الصيام ولله الحمد ما أحدث تفرقا، والمسلمون ما زالوا يصومون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بقول الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. ما زالوا على هذا الهدي النبوي، ولا حصل بينهم ولله الحمد فرقة ولا اختلاف. فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، فليصمه. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام ومبانيه التي بني عليها. من شهد منكم الشهر فليصمه. فلا يجوز للحاضر الذي ليس بمسافر، والصحيح الذي ليس بمريض، لا يجوز له أن يفطر في رمضان، بل يجب عليه الصيام حتما. فإن أفطر متعمدا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان لا يرى أن الصيام واجب، أو يرى أن الإفطار من غير عذر جائز، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر، من كان يرى هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام. أما إذا كان يعترف أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وأنه فرض وواجب، لكنه أفطر تباعا لشهوة نفسه أو تساهلا منه، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب على ولي الأمر إذا تظاهر بالإفطار أو ثبت أنه يفطر في رمضان، يجب على ولي الأمر أن يعزره تعزيرا بليغا حتى يرتدع هو وغيره عن انتهاك رمضان.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر سبحانه وتعالى الرخصة للمريض والمسافر في هذه الآية، وقد ذكرها في الآية التي قبلها من باب التأكيد وإثبات هذه الرخصة للمريض والمسافر، تقدم الكلام على ذلك في الآية الأولى. وقال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من كونه رخص للمريض والمسافر في الفطر، بين ذلك بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد بكم اليسر حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار، لأن هذا أيسر لهما، والصيام في حالة المرض وفي حالة السفر فيه عسر. والله جل وعلا يريد بعباده اليسر ولا يرضى لهم العسر، فلا يكلف أنفسهم فيصوموا وهم مرضى أو مسافرون ويحملون أنفسهم العنة والمشقة. الله لا يرضى بذلك، وإنما يرضى لكم اليسر. يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية، لأن الإرادة على قسمين، إرادة الله على قسمين. قسم الأول إرادة كونية قدرية، والقسم الثاني إرادة شرعية، وهي المذكورة في هذه الآية. يريد الله بكم اليسر الذي هو الإفطار في السفر والمرض، ولا يريد بكم العسر الذي هو الصيام في حالة المرض وحالة السفر. ثم قال ولتكملوا العدة، هذا تعليل لقوله فعدة من أيام أخر، هذا تعليل للأمر بالقضاء، أمركم بالقضاء من أيام أخر من أجل أن تكملوا العدة، عدة الشهر، فتصومونه كاملا ولا تصوموا بعضه وتتركوا بعضه. فالمسافر والمريض يفطران ويقضيان من أيام أخر حتى يكملا العدة، عدة الشهر. هذه هي الحكمة. ثم قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا فيه أنه يشرع للمسلمين إذا أكملوا رمضان وثبت هلال شوال ليلة العيد أن يكبروا على إكمال الصيام. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، سنة مؤكدة، لأن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، ويكرر ذلك ويرفع به صوته في المساجد وفي الطرقات وفي البيوت، يعلنون التكبير في ختام الصيام، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من إكمال صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، فيختمون ذلك بالتكبير والشكر لله عز وجل. ولتكبروا الله
على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله عز وجل، نعمة الدين. الدين هو أعظم النعمة، ومنه الصيام. الصيام نعمة عظيمة جليلة، يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات ويدخل به الجنة وينجي به من النار، فهو نعمة عظيمة تستحق الشكر لله عز وجل. ولعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فدل هذا على أن العبادات تختم بالذكر، العبادات تختم بالذكر، الاستغفار، بالتكبير. ولهذا يشرع بعد الصلاة الذكر، التهليلات والتسبيح والتكبير والتحميد عقب كل صلاة. فالعبادات تتبع بالذكر والاستغفار والحمد والشكر لله عز وجل، ولا تتبع العبادات بالمعاصي والسيئات. أي إن بعض الناس إذا انتهى رمضان انطلق إلى المعاصي، وانطلق إلى المحرمات والشهوات والغفلة والإعراض. الله جل وعلا ربطنا بالذكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتعقبون صيام رمضان بالذكر والشكر لله عز وجل، لا تتبعون رمضان بالمعاصي والفسق والغفلة عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لإكمال هذا الشهر بالصيام والقيام والتوبة والاستغفار واغتنام أوقاته في الطاعات والعبادات، حتى يكون ذخيرة لنا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: لي خال شقيق والدتي، وأنا عاقد قران على فتاة متنقبة ولم أجعله يراها، ولكنه غضب مني، فهل يجوز له أن يراها ولو لمرة واحدة؟ وما هما المحارم لامرأتي؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. لا يجوز لخالك أن يرى امرأتك، يعني أن تكشف له وجهها وأن يراها، لأنه أجنبي منها غير محرم لها. إنما الذي يجوز لزوجتك أن تكشف لهم حجابها هم الذين ذكرهم الله، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آباء بعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فالذي يجوز لزوجتك أن يراها وهو محرم لها هو أبوك أو جدك، هو أبوك أو جدك ولو على، أو ابنك أو ابن ابنك وإن نزل. هؤلاء هم الذين يجوز لزوجتك، يعني ابنك من غيرها
محرم لها، فيجوز له أن يراها وأن يسافر بها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أي أبناء أزواجهن من زوجات أخر، فهم محارم لزوجته. أما خالك فليس محرما لها، أخوك أقرب من خالك، أخوك أقرب من خالك، ومع هذا لا يجوز له أن يرى زوجتك. نعم. يقول السائل: أشتغل بتجارة الملابس فأستوردها من البلاد الأوروبية، لكن عند إدخالها إلى بلادي يضطرني أعوان الجمارك إلى دفع مبلغ مالي، فإن لم أدفع أخذوا مني السلعة، مع العلم أن هذه الطريقة ليست قانونا دوليا. على كل حال، إذا أنهم أجبروك على أن تدفع لهم وإلا يصادرون مالك، ادفع لهم لأجل أن تفتدي مالك، فدية لمالك لئلا يؤخذ، ويكون الإثم عليهم، يكون الإثم عليهم. أما أنت فتريد إنقاذ مالك، تريد دفع الظلم عنك، لا بس. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: رجل جامع زوجته تقدما على طلوع الفجر فلا بس، أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر فهذا يكون جامع في نهار رمضان، جامع بعد طلوع الفجر، ولو كان بدأ الجماع قبل الأذان، إذا استمر بعد الأذان فقد جامع بعد طلوع الفجر، فيلزمه قضاء اليوم ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد إنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، إذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. يقول السائل: اشترت زوجتي ذهبا ليلة زواجها بمبلغ وقدره 30,000 ريال، وكان القصد منه اللبس والزينة، فهل يلزمها زكاة؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلي المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، لأنه لم يعد للنمى والتجارة، وإنما أعد لللبس، فهو مثل المساكن والملابس والمراكب التي يركبها الإنسان لحاجته، ليس فيه زكاة، هذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن أرادت أن تزكي حليها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فلا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أما بعد، فإني امرأة أريد الحج، فكيف أغطي وجهي لكثرة الناس، وهل لي أن ألبس السروال؟ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، لأنها عورة وهي بحاجة إلى الثياب، بحاجة إلى الستر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من لبس الثياب التي تسترها، وإنما منعها من شيئين فقط: القفازان على اليدين، الشراب على اليدين، والنقاب على الوجه، النقاب على الوجه، فلا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين على الكفين، وما عدا ذلك فإنها تلبس من الملابس ما شاءت إلا ثياب الزينة، ثياب اللي فيها زينة لا تلبسها، أو الثياب التي هي غير ساترة لا تلبسها، تلبس الثياب الساترة، وتجعل بدل النقاب الغطاء على الرأس والوجه، الخمار، تخمر وجهها بالخمار إذا أتاها الرجال، وتغطي كفيها بثيابها أو بعباءتها. نعم. يقول السائل: هل هدي الحاج يذبح في منى أو في أي مكان؟ الهدي يذبح في كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال
فإنه يجوز الذبح فيه، يجوز الذبح فيه، ولكن الأفضل أن يذبح الهدي في منى، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يذبح في مكة أو خارج مكة داخل حدود الحرم، كله جائز ولله الحمد. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع العطور الكحولية واستعمالها وجزاكم الله خيرا؟ الكحول خمر، الكحول مسكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الكحول مسكرة، فإذا ثبت يقينا أن هذا الطيب فيه كحول إنه لا يجوز بيعه، وإن كانت المسألة شائعة فقط يقال كذا ولم يثبت، فالأصل الحل ولله الحمد، الأصل في الأطياب والعطورات الحل، إلا ما ثبت يقينا أن فيه كحولا هذا حرام. نعم. أثابكم الله، رجل أتى زوجته في نهار رمضان فما هي كفارته؟ إذا أتى زوجته في نهار رمضان فهو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع، وعليه وعلى زوجته كل منهما الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: في بلادنا لا يوجد علماء، وأنا أريد السفر لطلب العلم، مع العلم بأن والدي غير موافقين، فما العمل؟ إذا كان والداك يحتاجان إليك تبقى معهما لتخدمهما، أو لأجل أن تقوم على مصالحهما، فطاعة الوالدين واجبة، تبقى عندهما وأنت معذور، وأنت مبرور إن شاء الله، لأنك بار بوالديك. أما إذا كان والداك لا يحتاجان إليك فعليك أن تقنعهما، أن تقنعهما، وأن تقول: إذا أذنتما لي صار الأجر لي ولكما، إذا أذنتما لي بالسفر لطلب العلم نشترك في الأجر، وترغبهما في الأجر، وما أظنهما سيمتنعان إن شاء الله. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام يبدأ في الصورة بعد الفاتحة مباشرة، فهل على المأموم قراءة الفاتحة؟ ليس عليه قراءة الفاتحة، ليس على المأموم قراءة الفاتحة والإمام يجهر بالقراءة، بل على المأموم أن يستمع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وتكفي قراءة الإمام للفاتحة، تكفي قراءة الإمام لك وله. وإذا قلت آمين فقد أمنت على الفاتحة وسمعتها، فهذا يكفي. لكن إذا كان هناك فرصة تقرأ الفاتحة في سكوت الإمام تقرأها، أما إذا لم يكن هناك فرصة والإمام يشرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة فعليك الاستماع للإمام. نعم. يقول السائل: كيف أخرج زكاة الفطر هنا؟ هل أشتري أرز ثم أخرجه؟ ثم أنا من مصر ولم أعرف فقيرا حقا بهذه البلاد، هل أعطي لأي فرد أحسبه فقير؟ ثم هل أخرج زكاة عن أولادي في مصر أم عن الذي معي هنا فقط؟ الأمر واسع في هذا، إن شئت أن تخرج فطرتك هنا وأولادك يخرجون فطرتهم في بلدهم فهذا هو الأصل وهو الأحسن، إنك تخرج فطرتك في هذا البلد، والفقراء موجودون، الفقراء موجودون يتعلقون بالناس الآن في الشوارع، أعطهم فطرتك، اللي يسألون أعطهم فطرتك.
أن تخرج فطرتك أنت بهذا، وأولادك يخرجون فطرتهم في بلدهم، ويجوز أنك تخرج فطرتك وفطرة أولادك هنا، يجوز هذا. ويجوز العكس، أن أولادك يخرجون فطرتهم وفطرتك في مصر، يجوز هذا. كل هذا أمر جاي، المهم أنه تخرج صدقة الفطر هنا أو هناك، هذا هو المهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من أتى امرأته في ضبورها ثم تاب إلى الله بعد ذلك فسأل عن الحكم فقيل له يفرق بينكم ولم يفعل، وكان ذلك منذ أكثر من 9 سنوات؟ اللي قاله يفرق بينكم هذا كذاب، ما يفرق بينهم، هذا كلام باطل، ما يفرق بينهم، لكن هو فعل محرما فعليه التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا العمل، عليه التوبة والندم والاستغفار ولا يعود لمثل هذا العمل الخبيث. وأما زوجته فهي باقية في عصمته ولا يفرق بينهما. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن غيري مثل والدتي أو والد المتوفى؟ نعم. هل يجوز أن أعتمر عن غيري مثل والدتي أو والد المتوفى في سفرة واحدة وجزاكم الله خيرا؟ يجوز هذا، لكن تجعل بين العمرتين فاصلا زمنيا حيث ينبت شعر الرأس. أما أن تكرر العمرة متقاربة في يوم واحد أو يومين هذا غير مستحسن، هذا غير مستحسن. إذا جعلت بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث يكون في رأسك شعر للحلق فهذا لا شك أنه أحسن وأتم. نعم. يقول السائل: لي أخ مريض لا يستطيع أن يأتي إلى مكة للعمرة فهل أعتمر بدله؟ نعم. يقول: لي أخ مريض لا يستطيع أن يأتي إلى مكة للعمرة فهل أعتمر عليه؟ إن كان هو اعتمر من قبل الحمد لله أدى ما عليه، ولا تعتمر عنه عمرة نافلة، ما تعتمر عنه عمرة نافلة، عمرة النافلة ما تدخلها النيابة، يعني ما فيه دليل على أن أحد يعتمر عن أحد نافلة أو يحج عن أحد نافلة وهو حي. أما الميت نعم، الميت يعتمر عنه، يحج عن فريضة ونافلة، لكن الحي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ما دام على قيد الحياة إلا في حالة واحدة، إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام أو عمرة الإسلام ولا يستطيع أن يأتي، عجزه مستمر ما ينتظر أنه يتمكن فيما بعد ويجي، ما ينتظر منه ذلك، هذه الحالة يجوز النيابة عنه الفريضة خاصة، أما النافلة لا، ما دام حي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه نافلة ما دام على قيد الحياة، لأن الأحاديث إنما جاءت في النيابة عن الميت وعن العاجز عن الفريضة وهو حي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل نقول أن الله مستو على عرشه بمماسة أو بغير مماسة؟ مماسة هذه من عندك، ما جاءت في القرآن. قل استوى على العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تقول بمماسة ولا غير مماسة. نعم، هذا ما ورد في القرآن، ونحن لا نقول على الله بغير علم إلا ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت الاستواء على العرش حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل فيما يخص السؤال الأول عن الذي يذهب إلى الدولة الأوروبية ويأتي بالبضاعة ويضطر على إعطاء يعني المبلغ من أجل إخراج سلعته، هل يكمل في هذه التجارة أم لا يكمل فيها؟ أجبنا على هذا أول سؤال، قلنا إذا اضطر إلى هذا لأجل إنقاذ ماله لئلا يصادر لا يجوز له الدفع، دفع الضريبة لأجل إنقاذ ماله،
نعم. ويقول يعني ويقول هل يجوز إكمال هذه التجارة؟ نعم، ما يترك التجارة، ما يجوز، ما المسلم ما يترك طلب الرزق ولا يطلب يترك التجارة من أجل الضرائب، بل يطلب الرزق ويتاجر، وإذا اضطر إلى دفع الضريبة يدفعها إنقاذا لماله، ما يترك التجارة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل تصح صلاة التهجد في شهر رمضان في المسجد جماعة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك في رمضان خاصة، صلاة التراويح جماعة وصلاة التهجد جماعة، هذا شيء طيب في رمضان. نعم. ثابكم الله. يقول السائل هل ثبوت الرؤية في بلد ما يكفي لصوم البلد المجاور؟ إذا كان قريبا ما تختلف المطالع نعم، أما إذا كانت البلاد تختلف فيها المطالع فكل قوم لهم رؤيتهم، كل قوم لهم رؤيتهم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل إذا أخطأ العالم خطأ فكيف يتعامل معه، وما رأيكم في من يقول إننا لابد أن نحذر من هذا العالم وإن لم نفعل أضعنا النصيحة للأمة وأضعنا التحذير من المبتدعة؟ خطأ العالم يختلف، إن كان خطأ في العقيدة، إن كان عنده خلل في العقيدة وضلال في العقيدة فهذا يجب، يجب أنه ينبه على هذا، فإن تراجع وإلا يترك ويبتعد عنه. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه، مسائل الاجتهاد، فهذا ينظر في الدليل، إذا كان الدليل معه هو على حق، وإن كان الدليل مع غيره فإنه يبين له، يبين له هذا، لكنه لا يهجر. المسائل الفقهية هذه لا توجب الهجر، إنما هذا في مسائل العقيدة والأصل، أما الاختلاف في المسائل الفقهية والفروع هذه يبين الخطأ، فإن رجع فالحمد لله وإلا فإنه لا يهجر، لأن المسائل الاجتهادية تعلمون أن الأمر فيها واسع، الأمر في المسائل الاجتهادية واسع، والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يؤذن المؤذن على التقويم علما بأن هذه التقويم لا تحدد وقت الصلاة، فماذا على المؤذن؟ هل يراقب الوقت عند كل صلاة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا حصلت مراقبة الوقت هذا شيء طيب، هذا هو الأصل، الأصل أنه هو يراقب الوقت، يشوف غروب الشمس، يشوف طلوع الفجر، يراقب الظل في النهار، هذا هو الأصل. لكن إذا كان ما يحسن هذه الأشياء أو هو مكفوف ما يشوف، ما يشوف طلوع الفجر ولا كفيف، فهذا يسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة، ولا بأس أنه يعتمد على التقويم، التقويم ما هو سواء، التقويم الذي عممته الدولة واعتمدته هذا يعتمد، الذي اعتمده ولاة الأمور هذا يعتمد، أما التقاويم التي لم تعتمد من قبل ولاة الأمور فهذه يتأكد منها، إذا كانت صحيحة تعتمد وإذا كانت ما هي صحيحة تترك. نعم. لأن الذي يعتمده ولاة الأمور لا بد أنه مكرر، ولا بد أنه لا بد أنه ملاحظ، ولا بد أنه مدقق فيه. نعم. يقول السائل كيف إخراج قيمة عروض التجارة؟ هل هي بسعر الشراء المعروف لدى التاجر أم بسعر البيع الذي يكون مجهولا؟ عروض التجارة من أجل الزكاة تثمن على رأس السنة إذا تم الحول على قيمتها، إذا تم الحول على رأس المال، فإن السلع تثمن بما تساوي في وقت تمام الحول، ويخرج الزكاة على القيمة المقدرة بما تساوي في هذا الوقت، لا ينظر إلى ما اشتراها به، بل يقدرها
في الوقت الحاضر بما تساوي في الأسواق، سواء كان هذا التقدير أكثر من قيمتها التي اشتراها به أو مساويا أو أقل، يزكيها بحسب قيمتها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل وقع على امرأة وحملت منه بالحرام ثم تزوجها قبل أن تلد، فما حكم هذا الولد الغير شرعي؟ هل يعتبر ابن زنا وهل يرث؟ هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية، تراجع المحكمة الشرعية للنظر في هذه القضية. نعم. يقول السائل: هل إقامة الحج على من له شبهات في العقيدة أو في المنهج من خصائص أهل العلم فقط؟ نعم، اللي يقيمون الحجة هم أهل العلم، ما هو الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، بل الذي يقيم الحجة هم العلماء، يناقشون ويشوفون الشبهات اللي عنده ويردون عليه ويقنعونه. أهل العلم هم اللي يناقشون هؤلاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما قولكم أثابكم الله، هل الرجل يعتمر لأمه وأبيه وإخوته وعمه وقد ماتوا؟ نعم، يعتمر لهم، لكن ما يجمعهم بعمرة واحدة، كل واحد له عمر، الحج لا يكون إلا عن واحد، والعمرة لا تكون إلا عن واحد، فله أن يعتمر عن هؤلاء، عن أمه، عن أبيه الأموات، عن عمه، عن أخيه، عن ما يريد من الأموات، كل واحد بعمره مستقلة. نعم. وهل يعتمر لزوجته وإخوانه وهن بخير وأخواته وهن بخير؟ قلنا الأحياء لا تعتمر عنهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الفريضة، إذا كانوا عاجزين عن الفريضة ما سبق أنهم اعتمروا وهم عاجزون عجز مستمر ما يمكن يجون، يعتمر عنهم عمرة الإسلام، كذلك يحج عنهم حجة الإسلام إذا كانوا ما حجوا، لأنهم أصبحوا غير قادرين. أما إذا كانوا قادرين ومتعافين فلا يعتمر ولا يحج عنهم، هم يأتون ويعتمرون ويحجون بأنفسهم. نعم. وهل يستطيع أن يصلي لوالديه ركعتين؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، ما تدخلها النيابة. نعم. يقول السائل: منذ سنوات عديدة وقعت في الزنا في رمضان، فماذا علي الآن؟ عليك التوبة إلى الله، وعليك قضاء اليوم، وعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيك في الطريقة التيجانية بارك الله فيك؟ كل ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود من جميع الطرق، ولا نسمي طريقة معينة، بل نقول كل ما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الفرقة الناجية، وما عداها فإنها متوعدة بالنار من أي فرقة وبأي اسم، سمها ما تشاء، العبرة بالمخالفة، فما كان مخالفا لهدي الرسول فهو مردود ومرفوض، وصاحبه مبتدع حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم
بدأ في عملية التغيير بالعقيدة، لكن هل عملية التغيير تشمل العقيدة فحسب، خاصة إذا كان الإسلام نظاما شاملا يجمع مظاهر الحياة كلها، فهو دين ودولة؟ أفيدونا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. التغيير جميع المخالفات، جميع المخالفات تغير، مخالفات التي تخالف الدين كلها تحتاج إلى تغيير إلى الحق، لكن يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأساس، فإذا صحت العقيدة تغير بقية الأمور. أما أنه يبدأ بالأمور الأخرى وتترك العقيدة على خللها وعلى فسادها، هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أول ما بدأ بإصلاح العقيدة ثم أتبع ذلك بإصلاح بقية الأمور. لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. إنهم أجابوك للعقيدة بعد ذلك تأمرهم بالصلاة، أما أنك تأمرهم بالصلاة والزكاة وهم ما عندهم عقيدة هذا غلط، هذا خلاف ما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.